بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية لسيدي الإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحه في الدارين آمين. وكنا تكلمنا في المجلس السابق على باب الصمت، باب الصمت، وهو باب عظيم، أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت. فالكلام عبادة والصمت عبادة، وكل عبادة لها آداب وأوقات. فإن تكلمت في وقت الصمت فيه أولى تكون أسأت، وإن صمت الكلام فيه أولى تكون أخطأت. وبالتالي وجب على الإنسان أن يعرف فقه الصمت والكلام. وكنا وقفنا على قوله: وقيل صمت العوام بألسنتهم، وصمت العارفين بقلوبهم، وصمت المحبين بالتحفظ من خواطر أسرارهم. صمت العوام، العوام اللي هم إيه؟ في كتب التصوف العوام علماء الظاهر، اللي هم الفقهاء. يعني لما يقول لك العوام في كتب التصوف يقصد بهم علماء الظاهر اللي هم الفقهاء، كويس؟ لكن سائر المسلمين غير الفقهاء اسمهم جهال، دول مش مذكورين، دول محتاجين يتعلموا. فما تفتكرش العوام هم الجهال، لا، فهمت؟ في كل كتب التصوف كده، لما تقرا العوام تعرف اللي اهتموا بعلم الظاهر فقط وهم الفقهاء. فصمت العوام بألسنتهم، أي يعني الكلام فيما لا يعني. يصمت بألسنتهم إزاي؟ ألا يتكلم فيما لا يعني. يبقى دي أول حاجة، أول أدب في الصمت، إنك أنت تصمت عما لا يعنيك. وصمت العارفين بقلوبهم، يعني العارفين يصمت بقلبه عن التفكر في غير المقصود، فهمت؟ يبقى قلبه مش قاعد بيشنقشه ويطلب منه دنيا أو ينازعه دنيا أو أخرى، لا، خلاص ده صمته يكون إيه؟ صمت عن التفكر في غير المقصود، فيكون صمت قلبي. أما صمت المحبين فهو صمت الأسرار، وهي الخواطر والأرواح، بالتحفظ من خواطر أسراره. زي ما قال سيدنا ابن الفارض: لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي. يعني حتى الخواطر كمان لو خطر عليه على باله غير محبوبه يعتبر أنه هو خان محبوبه. وقيل لبعضهم: تكلم، فقال: ليس لي لسان فأتكلم. يعني ليس لي لسان فأتكلم فيما لا طائل من ورائه، طالما فيش موضوع مفيد ما تتكلمش، مش كلام على الفاضي وعلى المليان. هو فهمت؟ يوم الناس تتجنبك وتكسر أخطائك ويكسر أعدائك وتضيع وقتك فيما لا طائل، والكلام فيما لا طائل يؤدي إلى الاعتذار، واخد بالك؟ لأنك هتخطئ، فتلاقي نفسك دخلت في مشاكل ومن وراء مشاكل. عشان كده بيقول لهم إيه؟ ليس لي لسان فأتكلم، يعني إيه؟ فأتكلم فيما لا طائل من ورائي. فقيل له: اسمع. فقال: ليس في في مكان فأسمع، يعني ليس في مكان فأسمع ما لا ينفعني. الذين يتبعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسن. يبقى ما عندوش سمع يسمع ما لا ينفع، أدي معنى ما عندوش سمع وما عندوش وقت وما عندوش عمر،
وإلا هتضيع عمرك فيما لا طائل. فهمت بقى؟ وقال بعضهم: مكثت 30 سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي. يعني إيه لا يسمع لسانه إلا من قلبه؟ لأنه هو بيراقب ما يحدث في قلبه من خواطر. وقالوا إن اللسان على ما في القلب دليل، مش كده برضه؟ يبقى يقول: مكثت 30 سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي. فلما حسن حاله ثم مكثت 30 سنة لا يسمع قلبي إلا من لساني، أصبح ربنا يجري على لسانه الحكمة فيستفيد هو بيه. يعني ما يبقاش هو مرتبها، ده ربنا يجريها على لسانه فهو يستفيد بيه. فهمت؟ يبقى في الأول كان الأول يستمع إلى خواطر قلبه فيتكلم بما وقر في قلبه من محبة ومن ثقة في الله ومن اعتماد على الله. وبعدين بعد كده لما استقرت مقامه في المعرفة صار لسانه يترجم وقلبه يستفيد. ليه؟ لأنه صار لسانه ترجمان عما في روحه. يبقى الأول يكون اللسان ترجمان عما في القلب، ثم يكون ترجمان عما في الروح إذا ارتقى القلب إلى روح. وقال بعضهم: لو أسكت لسانك لم تنجو من كلام قلبك، اللي هو الكلام النفسي، ولو صرت رميما لم تتخلص من حديث نفسك، ولو جهدت كل الجهد أو الجهد لم تكلمك روحك لأنها كاتمة للسر. لأن الروح تعاملها مع الحقائق، والحقائق فوق الألفاظ والقوالب والمعاني، فالحقائق تعايش ولا يعبر عنها بلفظ. وقيل: لسان الجاهل مفتاح حتفه. طبعا، لأن لسان الجاهل هيتكلم فيما لا يعنيه فيكون سبب لموت قلبه. وقيل: المحب إذا سكت هلك، والعارف إذا سكت ملك. المحب إذا سكت هلك لقلقه بنيران شوقه لفقدان محبوبه، وبالتالي لابد يفضفض، يفضفض عن الشوق للمفقود، المحبوب المفقود. العارف بقى مع الموجود خلاص، وبالتالي اطمأن فملك، فيبقى سكوته فناء في محبوبه، لأنه بقى مع المحبوب. واحد يشتاق للمحبوب والتاني مع المحبوب. فهمت؟ وعشان كده العارف إذا سكت ملك لتمكنه في مقامه مع موجوده، فصار محبوبه موجوده. لكن المحب يجري شوقا وراء إيه؟ وراء محبوبه للقائه. يبقى المحب إذا سكت هلك، والعارف إذا سكت ملك. شفت أنت الأم لما ابنها يفقد منها تقعد تتكلم ولو منفردة، والناس يقولوا الست اتجننت، تقدرش تسكت، ما تقدرش تسكت لفقدانها محبوب. أول ما تشوف ابنها وتاخده في حضنها تسكت خلاص. فهمت بقى إزاي؟ لأنها اطمأنت. فالوجود يقتضي الصمت، والفقدان يقتضي اللوعة والشكوى. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول، سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول، سمعت مردويه الصائغ يقول، سمعت الفضيل بن عياض يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. لو اعتبرت كلامك ده مكتوب عليك زي ما عملك مكتوب عليك وهتحاسب عليه، يقوم يقل كلامك فيما لا يعنيه مخافة الحساب. ثم ندخل في باب الخوف. الخوف ده محله القلب، الخوف محله القلب، وهو يكون بسبب فزع من إيه؟ من فوات مرغوب أو من حصول مكروب.
أو مخوف أو مصيبة. تملي الإنسان كده، تملي الخوف متعلق بالمستقبل، لا يحصل حاجة في المستقبل تزعجه، أو لا يفقد حاجة في المستقبل يرغب فيها. فهمت بقى إزاي؟ فالخوف متعلق بالمستقبل تملي. قال الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما قالش خوفا ورجاء، قال خوفا وطمعا، يعني طمعا في فضل الله، في ثواب فوق أعمالهم. لأن إيه؟ لأن المؤمن لو أخذ على قدر ثواب عمله ما انتفع بشيء، لكن إحنا مع فضل الله، وفضل الله يقتضي الطمع. فهم؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبرضو قايل حال الأنبياء بقى: يدعوننا رغبا ورهبا. ده في حال الأنبياء، يبقى الرهب أشد من الخوف شوية حال الأنبياء والإيه والكمل، لكن الخوف حال عموم الناس المؤمنين، والرغبة أشد من الرجاء. وربنا بيقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي يخاف مقام ربه مش عقاب ربه ولا فوات ثواب ربه، ده مقامه أعلى بعدين، يعني خايف مقام ربه بغض النظر عن عقوبة أو مثوبة. فهمت بقى ازاي؟ مقام عالي أوي. عشان كده قال إيه؟ له جنتان أعلى من الجنتين اللي هم قال بعدهم: من دونهما جنتان. فالجنتان الأولانية للمقربين، إنما يدعون ربهم خوفا وطمعا لأصحاب اليمين، ويدعون رغبا ورهبا للأنبياء والمرسلين، كل له مقامه. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس الحيري العدل. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن دلوية الدقاق. قال: حدثنا محمد بن يزيد. قال: حدثنا عامر بن أبي الفرات. قال: حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع. وده محال عادي، يعني ينفع بعد ما تحلب الدب تعرف تاخد اللبن ده تحقنه في ضرعها تاني؟ ما تعرفش. فاهم؟ تعرف العيل بعد ما اتولد من بطن امه وخرج تعرف تدخله تاني؟ مستحيل، كل حاجه اتقفلت خلاص. انا ما كل حاجه مفتوحه، كل حاجه قفلت. فاهم؟ فعلشان كده شوف النبي بيدي لك المثال: لا يدخل النار من بكى من خشيه الله حتى يلج اللبن في الضرع. معناه ايه؟ يعني لا يقربها اصلا، محال انك تتصور ان ربنا يعذب واحد عينه ايه بكت من خشيه الله، وده اسمه محال عادي مش محال عقلي. يعني العقل ممكن يتصور، لكن ده محال عادي. واللي يعرف الفرق بين المحال العادي والمحال العقلي يعرفوا المناطق. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبدا. شوف، طالما أنت شميت الغبار في طريقك في سبيل الله، سواء في طلب علم أو في جهاد عدو أو في طلب رزق حلال أو في صلة أرحام أو في قضاء حوائج المسلمين، كل ده في سبيل الله، أو في بر والدين أو في زيارة الصالحين، كل ده في سبيل الله. لو طلع شوية غبار كده شمتهم، واخد بالك، ما يجتمعش هذا الغبار مع نار جهنم. فالحمد لله الذي جعل هذه الأعمال اليسيرة على المسلم عظيمة الأجر في الآخرة، ودي من فضل الله عليه.
هو عايز يجيب لك الحديث ده ليه؟ عشان قال لك بكى من خشية الله، لأن الخشية ثمرة الخوف، لأن الخشية هي خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، فهمت؟ لأن قد تخشى شيء ولا تعظمه. في ناس تخاف من الفار لكن لا تعظمه، مش كده برضه؟ يخاف من التعبان لكن لا يعظمه. لكن لما تخاف من ربك تخاف وتعظم، مش كده برضه؟ فإذا خفت وعظمت بقيت خشية. فالخوف المراد هو الخوف المصحوب بالتعظيم، الذي يسمى خوف زائد تعظيم، تجمعهم على بعض في كلمة واحدة تسميها خشية. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. شوف، خشية الله مش خشية العقوبة، فهمت؟ لا، خشية الله كده. في ناس يجي لك في آيات العذاب يقعد يعيد ويزيد فيها وينزل في الكفار ويعيط، والآيات اللي فيها ربك بيكلمك على نفسه ما يعيطش فيها. يبقى ده من عوام من العوام، ده بسيط خالص في إيمانه، ده طفل في KG1. فهمت بقى ازاي؟ لأن ده بيخاف من العقوبة مش بيخاف من المعاقب. فهمت بقى ازاي؟ في فرق من اللي يخاف من النار واللي يخاف من خالق النار، فرق كبير. فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشرفي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وجلاله وشدة عقوبته لمن خالفه لبك إيه؟ لضحكتم قليلا، يعني ما استمتعتم إيه بلذات الدنيا، ولبكيتم كثيرا. قلت: الخوف معنى متعلقه في المستقبل. طبعا الإنسان يخاف من حدوث شيء في المستقبل، فتعلقه في المستقبل، لأنه إنما يخاف أن يحل به مكروه أو يفوته محبوب، ولا يكون هذا إلا لشيء يحصل في المستقبل. فأما ما يكون في الحال موجودا فالخوف لا يتعلق به، لكن يتعلق به بقى الحزن والأسف والحسرة. يسموه بقى حزن وأسف وحسرة، ده في إيه؟ في أمور حلت بيك. فهمت؟ لكن الأمور اللي أنت في المستقبل اسمها أمور خائف منها. والخوف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة. دي أول درجة في الخوف، خوف العقوبة. وقد فرض الله سبحانه على العباد أن يخافوه، فقال تعالى: وخافوني. لكن إيه؟ وخافوني، ده المين؟ للمؤمنين والمسلمين. ذلك الذي يخوف الله بعباده: يا عبادي فاتقون. اللي هو النار بقى. ففي فرق بين واحد مسلم يعني يهتم بظواهر الأمور وعنده من الإيمان اللي بيه قدر النجاة، لكن في واحد تاني مسلم عنده من الإيمان قدر عالي، قدر الفوز بقى. فده تلاقيه يخاف من الله مباشرة: وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف من الله حال المؤمنين. وقال: فإياي فارهبون. ده حال الأولياء. ومدح المؤمنين بالخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم. الآية دي نزلة في الملائكة، مش كده برضه؟ في سورة الأنبياء: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. دي في سورة النحل، الآية دي في سورة النحل. يخافون ربهم من فوقهم، ودي فوقية إجلال وعظمة وقهر وغلبة، مش فوقية جهة كما يعتقد بعض الجهلة. فهمت؟ لأن الله بكل شيء محيط، ولا يتصور الجهة والحيز،
لأن الجهة والحيز من صفات الأجسام، ويستحيل أن يكون الله جسما سبحانه وتعالى، لافتقار الجسم لأبعاده وافتقاره للحيز. والله لا يفتقر لشيء ولا ينقسم، فالجسم مكون من أجزاء قابلة للقسمة، فهمت؟ وبالتالي لا يستحيل أن يكون الله جسما، ومستلزمات الجسم الجهة والحيز، فهمت بقى؟ وبالتالي من فوقية منها ليست فوقية جهة ولا فوقية تحيز، ولكنها فوقية قهر وغلبة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: الخوف على مراتب، الخوف والخشية والهيبة. الخوف يبتدي أول درجة خوف، تاني درجة لما تعلى شوية تبقى خشية، لما تبقى عالم بقى. فالخوف ده لأهل الإيمان مش كده برضه، والخشية لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعدين الهيبة، والهيبة دي لأهل المعرفة العارفين، للتحقق بإيه؟ بشهود المشهود سبحانه وتعالى. فالخوف من شرط الإيمان وقضيته، يعني مقتضى قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخشية من شرط العلم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء به سبحانه وتعالى. والهيبة من شرط المعرفة، قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن علي الحيري يقول: سمعت محفوظا يقول: سمعت أبا حفص يقول: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. عارف انت الصوت كده اللي بتضرب بيه الدب عشان تجبرها انها تمشي في الاتجاه الصحيح؟ فهو كذلك الخوف، هو الصوت الذي يبعثه الله في قلب المؤمن فيجعله متوجها اليه، فاهم؟ فيمتنع عن المعاصي وينشغل بالذكر والطاعات. هو ده الصوت، والا لو ما كانش في صوت فقلبك هيوديك في اي جهه، فاهم؟ وربنا بيقول برضه في القرآن إيه: ولو كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم إيه يعمهون. كل واحد يمشي براحته. يبقى الضر ده صوت البلاء، يعني يبقى البلاء هو مظهر قدرة الله على الإنسان وقهره إياه. فإن ما كانش فيه خوف ربنا يبليه، يقوم يقول: يا رب يا رب. لكن لو في خوف جاهز، مش محتاج بقى ان ربنا يبليه بحاجه زياده، كفايه عليه كده، لان الانسان ما يتحملش الخوف مع البلاء في ان واحد يهلك. لكن واحد كده ماشي يتنطط ما عندوش خوف، يقوم ربنا يبعت له مصيبه سودة تخليه يقول: يا رب يا رب، ويقول: حرمت. فهمت بقى ازاي؟ انما طول ما هو قاعد، لو انت عندك خوف في قلبك من غير بلاء ظاهري في جسدك او في امور حياتك، فأنت مسوق إلى ربك بهذا الخوف، مش محتاج بقى يبليك فوقيه. فهمت بقى إزاي؟ فربنا بيعامل عباده على أحوال. وقال أبو القاسم الحكيم: الخوف على ضربين، رهبة وخشية. صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الرب لأنه عالم. لأن الله الفرار منه يكون إليه. فهمت بقى إزاي؟ العلم بيقول لك كده، لكن صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف. قال رحمه الله: ورهب وهرب يصح أن يقال أنهما واحد معنى، مثل جذب وجبز، يعني معاني قريبة. رهب وهرب يعني تملي الراهب هارب، فهمت؟ يبقى هارب مما يغضب الله يعني. فإذا هربا جذب في مقتضى هواه، كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم.
فإذا كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرف والخشية. يعني الرهبان لما إيه ترهبوا إيه ببدعة ابتدعوها علشان يتفرغوا للتوجه إلى الله، فاختاروا شيء على هواهم، اختاروا عبادة على هواهم، فكانت العبادة اللي على هواهم سبب لبعدهم عن ربه، لأنهم عبدوه على هواهم مش على مراد الله. فهمت بقى؟ لكن العالم بيعبد ربه على مقتضى العلم، فالعلم الذي على مقتضاه عبادة يقتضي منها إيه؟ الخشية. فإذا هرب انجذب في مقتضى هواه كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم، رهبانية ابتدعوها فما رعوا حق رعايته. فإذا كبحهم لجام العلم، لو كانوا علماء بقى ما كانوش ابتدعوا أشياء لم يفرضها الله عليه، حتى لا يزيدوا على أنفسهم الفرائض فيعجزوا عن أدائها. كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرع فهو الخشية. سمعت، قال سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول، سمعت أبا عثمان يقول، سمعت أبا حفص يقول، الخوف سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. يعني الخوف ينور قلبك، يقوم يعرفك طريقك لربك، فتعرف ما هو الخطأ وما هو الصواب. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول، الخوف ألا تعلل نفسك بعسى وسوف. يعني الخوف لما يتملك القلب يقلقك فيمنعك من التسويف. فهمت؟ يعني ينفع كده وانت شايف حاجة مخوفاك تقوم تفضل ثابت مكانك وتقول يمكن يتكعبل ما يجيش يحصل لي، يمكن يجي حد، لعل يجي حد يمسكهولي. فهمت ازاي؟ هيجي لك المخوف لما يقضي عليك، طالما ادى خوفك الى الوقوف. فهمت ازاي؟ لكن لو خوف كان حقيقي، يعني هو يقصد ان الخوف لو زاد عن حده كان نوع من الاحباط، يجعل الانسان لا يتحرك وييأس. فهمت ازاي؟ لكن الخوف الايجابي هو الخوف الذي يجعلك تفر الى الله وتؤجل التسويف، لأن الخوف لو زاد عن حده يؤدي إلى اليأس، واليأس يؤدي إلى الإحباط والاستسلام. فهمت؟ هو مش عايزك يوصلك لكده. يبقى الخوف إذا عللت نفسك بعسى وسوف وأنت خائف، يبقى ده خوف مذموم يؤدي إلى اليأس والإحباط، وهذا غير مطلوب. قال سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول، سمعت أبا عمر الدمشقي يقول، الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى إيه بيقول لك؟ اتخذ الشيطان عدو، مش كده برضو؟ الشيطان أصلا ما بيلعبش معاك إلا من خلال نوازع نفسك. لو نفسك متأدبة الشيطان ملوش سبيل عليه، عشان كده تخاف من نفسك ونوازعها وشهواتها وإلحاحها أكتر من خوفك من الشيطان. فهمت بقى؟ لأن الشيطان لا يسلك إليك إلى سبيل إلا عن طريق هذه النفس بنوازعها. فهمت؟ لو ما فيش نوازع في النفس الشيطان لا سبيل له، فدفع الشيطان أيسر من دفع نوازع النفس. فهمت؟ وقال ابن الجلاء، الخائف من تؤمنه المخوفات. الخائف من تؤمنه المخوفات، يعني الخائف الحقيقي والذي يتجنب ما يخافه فيأمن، مش الخائف الحقيقي والذي يستسلم لما يخاف منه فلا يهرب منه فيقع فيه. يعني الخوف السليم هو الذي يجعلك تأمن ما تخاف منه، تأخذ الأسباب والاحتياط مما يخيفك. وقيل، ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه. يعني لابد أن الخوف يبعث إلى الحركة ولا يبعث إلى السكون،
فاهم؟ الخوف اللي يجعلك ساكن وتبكي وتقعد تمسح عينك وتتحسر، ده خوف يحبط ييأس، وهذا غير مطلوب. لكن الخوف اللي يبعث إلى الحركة، الخوف الإيجابي، فهمت إزاي؟ يبعثك إلى الحركة بحيث أنك تبتعد عما تخاف أن تعذب منه وتتخذ حيطتك، هو ده الخوف المطلوب. وقيل للفضيل: ما لنا لا نرى خائفا؟ فقال: لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين، لأن تملي الطيور على أشكالها تقع. يعني احنا نشوف كتير، انا شفت كتير من الوهابيه يقول لك فين الاوليه دي، مش قادر يشوف الاوليه، لانه هو اصلا بينكر وجود الاوليه، فمنكر الشيء لابد يحرم منه، يبقى قاعد في وسط الاوليه ويقول لك فين الاوليه دي، مش شايفه. فهمت بقى ازاي؟ لكن اما يبقى انسان عنده تواضع كده ويحسن الظن بكل الناس، هيشوف كل الناس اوليه. فهمت ازاي؟ فلا تخطئ عينه. كذلك هنا بيقولوا له: ما لنا لا نرى خائفا؟ قالوا: لانه كنتوا اصلا مش خايفين. الخايف بيشوف الخايف، والخايب بيشوف الخايب، مش كده برضه؟ والطيور على اشكالها تقع. لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين، ان الخائف لا يراه الا الخائفون، وان الثكلة هي التي تحب ان ترى الثكلة. عشان ايه؟ الثكلة اللي هي فقدت ابنها وعندها لوعة، تدور على واحدة تانية برضو فقدت ابنها عندها لوعة تقوم تتصبر بها. وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة. شوف الواحد يقعد يسعى ويشتغل ليل نهار وسنين طويلة ويعمل ثروات ويشتري ويثمر في أمواله، كل ده خايف الفقر. لو بذل ربع الجهد ده هروبا من نار ربه، لا ايه؟ لا نجا. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة. وقال شاه الكرماني: علامة الخوف الحزن الدائم. والحزن الدائم عندهم مش معناه الاكتئاب، لا، معناه الاهتمام وعدم ضياع الوقت فيما لا طائل. فهمت ازاي؟ ادي معناه الحزن الدائم. يعني ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ليس له فراغ، تملي كل وقت له شغله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه في وصفه: هالة ابن ابي هالة، هند ابن ابي هالة، قال عليه: متواصل الاحزان. يعني متواصل الاهتمام، كل شيء عنده هم مهتم بيه، ما عندوش وقت ان هو يقعد يتسكع او يضيع وقته فيما لا طائل. ادي معنى متواصل الاحزان. وقال ابو القاسم الحكيم: من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله عز وجل هرب اليه. وسئل ذو النون المصري رحمه الله: متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟ فقال: إذا أنزل نفسه منزلة السقيم، يعني المريض، يحتمي من كل شيء مخافة طول السقام. شوف أنت لما تبقى مريض خايف لا يطولك شوية برد، خايف لا تأكل أكلة تزود مجعك، خايف لحسن إيه تبذل مجهود زائد لا يزيد مرضك. فهمت إزاي؟ فلو الواحد برضو إيه ما عملش أي نشاط إلا يقربه لربه، كما أن السقيم يمتنع عن أي شيء يقربه إلى مرضه، فهمت ازاي؟ لا ايه؟ لا نجا يعني. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ان المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم وراءه. يعني يظل الخوف في قلب المؤمن لحد ما ينتهي اخر مخوف في سلسلة رحلتك الى الجنة، وهو الجسر اللي هو الصراط المستقيم اللي هو على متن جهنم. وقال بشر الحافي: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متق. وممكن تقول ملك برضه تمشي، يعني لابد يبقى قلبك متقي حتى
يسكن فيه الخوف من الله. وكيف تكون متقي ألا يكون فيه الدنيا، ولا يكون فيه طمع ولا جشع؟ لأن تملي الطماع خائف يفوته ما يطمع فيه. يعني الله ده مش في ذهنه، هو كل اللي في ذهنه ما يطمح في تحصيله. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لابد انك تشيل من قلبك الطمع وايه والحرص على سوى الله، ساعتها يسكن الخوف في قلبك. وقال ابو عثمان الحيري: عيب الخائف في خوفه السكون الى خوفي، لانه امر خفي. يعني عيب الخوف ان يؤدي الى السكون وعدم الحركة لإيه؟ للفرار إلى الله، اللي هو الخوف اللي بنسميه في الآخر خوف يؤدي إلى اليأس. فهمت؟ اللي هو يوصلك للاكتئاب بقى، تبقى الناس كلها صحيت وانت مش عايز تقوم من السرير، الناس كلها خرجت وبتعمل نشاط وانت مش عايز تشوف حد. هذا بقى مرض بقى، ده مرض ومحتاج علاج بقى، انت اللي وصلت نفسك ليه، استسلمت. الخوف يبعث الى الحركة ولا يبعث الى السكون، فان بعث الى السكون كان مرض، تاخد بالك منه. فهمت؟ وقال الواسطي: الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد. وهذا اللفظ فيه اشكال، انا مش شايف فيه اشكال، لكن هو ايه سيدنا ابو القاسم رأيه ان اللفظ ده فيه اشكال عند بعض الناس، لكن انا هحله لك واضح خالص. الخوف حجاب بين الله تعالى، يعني بين معصية الله وبين العبد، يعني كلك من تخائف يبقى فيه حجاب بينك وبين المعصية فلا تعصى الله، فهو حجاب بين العبد وبين ربه، يعني بين العبد وبين معصية ربه، فما فيش اشكال بقى. هنشوف هو ايه عايز يقول لك، ان المفروض ان الخوف من الله سبب للوصول وليس للحجاب، فازاي الشيخ يقول حجاب؟ فهمت بقى ازاي؟ هو عايز يقول انك انت لو فهمته بالطريقه التانية دي هيبقى في اشكال، فنشوف هو عايز يحل لنا الاشكال ازاي. وهذا اللفظ فيه اشكال، ومعناه ان الخائف متطلع لوقت ثان وابناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. العجيب أنه لما حاول يحل الإشكال حله بإشكال أشد، واخد بالك؟ حله بعبارة عايزة شرح أكتر من الكلام الأول. لكن على أي حال بيقول لك أن الخائف بيبقى متطلع لوقت ثان، يعني منشغل بمستقبل، والمفروض أن الصوفي ابن وقته ينشغل بالحال اللي هو فيه ولا يشغل نفسه بالمستقبل، يشوف ربنا طالب منه ايه دلوقتي، اعمله دلوقتي، ما بقاش مهموم بالمستقبل فلا اقوم بما ايه امرني في الحال. فهمت ازاي؟ ده قصد كلامه، كلام لطيف برضه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن النهاوندي يقول، سمعت ابن فاتك يقول، سمعت النوري يقول: الخائف يهرب من ربه إلى ربه. يعني في تضمين معنى، يعني الخائف يهرب من معصية ربه إلى طاعة ربه، هذه معناه كده، يهرب من ربه إلى ربه، يعني يهرب من معصية ربه إلى ربه إلى طاعته. فهمت؟ بالتوبة. هتهرب من المعصية بالطاعة ازاي؟ انك تتحول المعصية سببا للوصول إلى الله بالتوبة. فهمت؟ وقال بعضهم: علامة الخوف التحير والوقوف على باب الغيب. المتحير يعني القلق، خايف ألا ينجو، فعلامة الخوف يبقى عنده قلق، قلق إيه؟ يبعثه إلى الاجتهاد. فهمت؟ وقلة النوم وقلة الراحة. علامة الخوف التحير والوقوف على باب الغيب، يعني العمل للآخرة، لأن الآخرة هي الغيب. قال: سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت علي بن إبراهيم العكبري يقول، سمعت الجنيد
وقد سئل عن الخوف فقال هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس. يعني مع كل نفس خايف ربك إيه؟ ينشئ شيئا فيك تخافه. يعني معناه دوام المراقبة لله عز وجل، وعدم الركون للنعم بل الركون للمنعم. وقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت الحسين بن أحمد الصفار يقول، سمعت محمد بن المسيب يقول، سمعت هاشم بن خالد يقول، سمعت أبا سليمان الداراني يقول، ما فارق الخوف قلبا إلا خارب. ليه؟ لأن الإنسان في كل مراحله مع ربه لابد أن يصاحبه خوف. عند المعصية يصاحبك الخوف فيدفعك إلى التوبة، وعند النعمة يصاحبك الخوف فيدعوك إلى شكرها مخافة أن تزول، فهمت؟ وعند الحضور مع مولاك في مقام الشهود يصاحبك الخوف من الحرمان ألا تراعي الأدب، فهمت؟ فالخوف لا يزايل العبد في كل مراحله، فهمت؟ قال وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يقول، سمعت أبا عثمان يقول، صدق الخوف هو الورع، صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. الورع يعني إيه؟ إنك أنت تتورع أن ترتكب الإثم الظاهري والباطن. الظاهر هي المعاصي الظاهرة التي تكتسب بالجوارح، اللسان واليد والرجل والبطن والفم، فلا تتناول محرم ولا تتكلم في محرم ولا تأخذ بيدك شيئا محرم ولا تسعى إلى محرم، ده الحاجات الظاهرة. والباطن الإثم اللي هو الحرص والطمع والحقد والحسد وحب الانتقام وعدم الرضا بالمقسوم، فكل دي باطن الإثم. وقال ذو النون، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. يعني تبقى انت على الطريق المستقيم طول ما انت خائف، اول ما يزول الخوف يجي الامن من مكر الله، يبقى خرجت عن ايه؟ عن الطريق المستقيم. قال ذو النون، الناس على الطريق اي الطريق القويم ما لم يزل عنهم الخوف، فاذا زال عنهم الخوف امنوا مكر الله، ضلوا عن الطريق، لأن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال حاتم الأصم، لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف، وعلامة الخوف قصر الأمل. قصر الأمل يعني إيه؟ يعني معناه ما تأجلش حاجة، لأنه ممكن تموت في أي لحظة. تصور أنت الناس النهاردة في حادثة القطار اللي انفجر ده، والناس واقفة في المحطة، لا غير متوقع خالص، رايح شغله هيركب الأرض زي ما بيروح كل يوم، واخد بالك، ويمكن مدي مواعيد لناس هناك، ومدي مواعيد بعد ما يرجع، وعنده ارتباطات، ما يعرفش انه هيموت في اللحظة دي. او قصر الامل انك تتوقع انك انت هتحرم الحياة في اي لحظة، فمعناه ما تأجلش حاجة بقى، ما تقولش بكرة، ادي قصر الامل، ما تقولش كمان شوية، فهمت؟ يعني كل لحظة ليه الطاعة المطلوب تعملها دلوقتي، يبقى اعملها بقى ما تأجلهاش، لأن هتيجي تعملها تأجلها هيجي تيجي تعملها في وقت الوقت ده عايز طاعة أخرى، فهتلاقي نفسك باستمرار قاعد بترحل. لكن قصر الأمل يجعل إيه؟ عدم الترحيل، عدم التسويف. وقال الرجل لبشر الحافي، أراك تخاف الموت؟ فقال، القدوم على الله عز وجل شديد، أنا مش خايف الموت، أنا خايف لقاء الله هو نفسه، هو ده اللي مخوفني. تصور أنت كده هتقابل مثلا إيه حاكم من الحكام اللي هم لهم سطوة وقدرة وقهر، واخد معاد هتقابله فيه، تبقى تعمل حساب كل إيه، هلبس إيه وهقول إيه وأمشي إزاي وأوصل الساعة كام، تقعد ترتب لها، ترتب كل حاجة بقى. طب ما انت هتقابل ربك في اعظم من الله، فهمت بقى ازاي؟ فالمساله مش خوف الموت نفسه، الخوف فيما بعد الموت وهو لقاء الله عز وجل.
قال: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: دخلت على الإمام أبي بكر بن فورك عائدا فلما رآني دمعت عيناه، يعني كان بيعود في مرض وفاته، فلما شافه لقى عينيه بتبكي، فقلت له: إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك. فقال لي: تراني أخاف من الموت، إنما أخاف مما وراء الموت. وعن أبي قال: أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي، نسبة للأهواز اللي هي جنوب إيران دلوقتي، وهي أهل سنة من زمان، وأهل الأهواز الإيرانيين بيعملوهم معاملة إيه؟ إنسان من الدرجة العاشرة، لأنهم صفويين مجرمين. ربنا ينصر الأهل الإسلام وأهل الإيمان على أهل الأهواء والبدع. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال، يعني الإسلام دخل في الأهواز قبل مصر، فهمت إزاي؟ يعني دول قدام في الإسلام، أجدادهم صحابة، فهمت؟ قبل ما يدخل الإسلام في مصر. الجانب الآخر من الخليج العربي، تعدي الخليج العربي على الجانب التاني تلاقي الأهواز على طول، اللي هي الوقت بقت جنوب إيران حاليا. قال: أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يمان عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويبقى خايف يعني لحسن يعاقب؟ هو ده الآية دي نازلة فيه، يعني الذين يؤتون ما آتوا يعني من المعاصي وقلوبهم وجلة من الخوف. ستنا عائشة بتسأل النبي، قال: لا، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، يعني الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة ويخاف ألا يقبل الله منه. كأن الخوف حال إيه؟ حال الطائع، والرجاء حال العاصي، على خلاف ما يظن العامي البسيط. العامي البسيط يقول لك إيه؟ يقول لك إن الخوف هو حال أهل المعصية، والرجاء يبقى حال أهل الطاعة، مش كده برضه؟ آه، ده يبقى دليل الاعتماد على العمل، ده دليل إنك أنت كده معتمد على العمل يا مسكين. واللي بيعتمد على عمله في هذا الزمان من المسلمين بنسميه إيه؟ وهابي، لأن هما يعتمدوا على العمل، يدلك على العمل ولا يدلك على الله، منشغلين قوي طول النهار بحفظ القرآن وبالصلاة وبقيام الليل وبيختم القرآن كل قد إيه وبتاع، وكلمك كده على الأعمال، عمره ما يكلمك على ربنا أبدا، كلمك على الأعمال بس، ويقيسوا الناس بالأعمال. فهمت بقى إزاي؟ آه، ده كده غلط، هو ده الجهل بعينه. لكن الخوف حال الطائع، خايف ألا يقبل، يوم الخوف يجعله لا يأمن مكر الله ولا يعتمد على عمله. طب والرجاء حال أهل المعصية، رجاءه يمنعه أن ييأس من رحمة الله فيتوب إلى الله، فهمت؟ فالرجاء لأهل المعاصي يدفعهم للتوبة، والخوف من أهل الطاعات يمنعه من الكبر والاعتماد على الطاعة، فهمت؟ فكل حاجة لها آفتها. يعني ربنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتح لهم باب الرجاء اللي هم أسرفوا على أنفسهم. ولما جعل الناس المجتهدين في الطاعة قال: وقلوبهم واجلة، فهمت بقى إزاي؟ عشان كده قال لك من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، فهمت بقى؟ الحاجات الدقيقة دي ما يفهمهاش إلا أهل التصوف، لكن الحاجة البسيطة عند معظم الناس يقول لك: أنا إيه أدام ما صليتش النهاردة وما عملتش وبتاع أتكسف أقول يا رب، فهمت إزاي؟ يعني أنت الوقت بتصلي وتعمل عشان بقى لك عين تقول يا رب أنا أستحق؟ بل بالعكس، انت يكون رجاءك في ربك عند تقصيرك اشد من خوفك من ايه؟ من ربك عند طاعتك، فهمت بقى ازاي؟ والا هتكون معتمد على عملك وشايف نفسك، واللي شايف نفسه ابليس، لان ابليس كان من كتر طاعته شايف انه احسن واحد.
فرفض ان يبقى ابونا ادم افضل منه. فهمت بقى ازاي؟ بسبب انه شايف نفسه وشايف الطاعه بتاعته اللي وصلته لمقام الملائكه، فربنا كشفه. يعني ربنا اجتبى ابونا ادم بالمعصيه بسبب المعصيه، وحجب ابليس بسبب الطاعه. شفت؟ بسبب طاعته لله اللي جلبت فيه الكبر والغرور، فجعلته يرفض ان ربنا يفضل عليه سيدنا ادم. وقال ابن المبارك رحمه الله: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية. يعني اللي يخلي الخوف باستمرار متوهج في القلب ولا يخفت مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، اللي احنا كنا ايه بنتعلمها واحنا اطفال: الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. هي دي مراقبة اللي بتتولد بهذه المعاني الثلاثة: الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الحسن يقول، سمعت أبا القاسم بن أبي موسى يقول، سمعت محمد بن أحمد قال: حدثنا علي الرازي قال: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول ذلك. يعني يقول إيه الكلام اللي فات ده، بيجيبه بإسناد آخر يعظمه، يعني اللي هو الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية، فجايبه من طريق أخرى. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: إذا سكن الخوف في القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. لا شك لو الواحد عنده شهوة لفعل معصية فتوقد خوف الله في قلبه انطفأت جزوة المعصية فيه، لا شك. يبقى الخوف، إذا سكن الخوف في القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه، يعني نزع الدنيا من قلبه. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. الأحكام الإيه؟ أحكام الله عز وجل القدرية، يعني تخشى قدر الله عليك، ومن قدر الله عليك أنه أخفى عنك الخاتمة. فطول ما أنت خايف من سوء الخاتمة تفضل مجتهد حتى تلقى الله. وقيل: الخوف حركة القلب من جلال الرب. ونكتفي عند هذا الحد، نكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.